السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. مو 100,000 هي 100، لكن قلت أعطيك 100,000 أحسن من عرفهم. سالفة فيها 100,000 كله، وش الوشوم هذه كلها؟ ايش كنت طالع؟ سروالك حريقة يا أخي حبيبي، مستحيل. خليك الحين بصير حلو، شوفني. اخبارك؟ بعدك ما رسمت، تصبر شوي. انتظر. ايش بدلت؟ لا جزاك الله خير. تحرش هذا والعياذ بالله، تونا مرسبرين. قلت سروالك حريقه، راح بدل الجنس كامل. خلنا اشترنا سياره يا ولد اللي طلعوا. طبعا ما عندي اي سيارات الحين، نروح شراء. خوي يا سبا، هلا بغيت اشتري موتر. ثواني بس، هو تطلع لك الموتر مع الصور، كلام والله. هلا 2006 2009 صب، ما ادري كم سعره. استاجر سياره لفتره حتى في المدينه. افا وانا اتنقى يا الربع. بس استاجر يطلع لك. اي والله حياه الفقراء. توك داخل السيرفر؟ اي توني داخل، من فتره ما دخلت. ثاني مؤخر يا سبسته. لقد تلقيت. ايش اعطيتني انت شب؟ يدلونك عليها نصيحه، احتفظ فيها. ايش هذا؟ يكون بيدهورني هذا. بس بروح. اوه ينقع، حلو. الحين المشكله هذا ايجاره، الحين ما بقدر اشتريه. لا بس تعال، احنا رايحين المدينة. يلا بسم الله. يا اخي في سيرفر ثاني حق تفحيط الهجولة؟ في شارع طويل، لكن السيارات حقت الهجولة قليلة، يمكن 3 سيارات. اي انا في راسي هنا هجولة ابغى انزلها. يلا انت مخطوف، السلاح على راسك ولا تتحرك. امزح. شفت السواليف هذه ما سمعتها من زمان. الشارع طويل لهنا، حتى هنا ما اقدر اشتري، يقول لي لازم المدينه. الحين بنشوف، بنروح المدينه. بس ليه الشارع فاضي؟ غريبه، وين الشعب؟ او خلاص ما صار حد يهجول هنا. ايوه يا اخوي الواحد شرمه. حبيبي ما تشوف ايش عنده يغلط هذا. روح له. هنا المشكله ما عندنا اسلحه، هنا في تقدر تقتل صح؟ اللي يعجبك. ابي همبرجر لحم. بس ما في اسلحه معنا. معك سلاح انت؟ لا مو مال كافتيريا، لا ما عندي. طلع من صدق يطلب الرجال، احسبه يقول لي طبخه. ياخذ لي تبوله يا مص يا طيب. احنا دقيقه. اوكي خذ راحتك. بخبز بناني. ها احسبه مشغل مايك بالغلط يعني. اوكي ابي 3 صواريخ شاورما. والله بدون سلطه. صاروخ شاورما. صاروخ ها سبايسي. اب من كثر ما هو حار يحط لي فلفل علوب. تمام. اشهيكم شباب. والله على بالي مشغل مايك بالغلط انت طلعت. طيب الصاروخ هذا اللي طلبته تعال نفجر فيه الشباب هنا. في راس اصلا؟ اي في واحد هنا. ران شرد يوم قلت نفجر. حبيبي والله. سواها فيني. اهلا ارفع يدك يا وحش. ارفع يدك لا تموت. مفجر الموتر. منطقة امنة، يلا اذبح. مياو. فقوا على تايره. هذا منطقة امنة؟ اي منطقة امنة، فجرت تايره كامل. هذا اللي يجيك حافظ القوانين صم. المين سوى بالتاير كذا ما حد شاف. اوكي يا اخي ما زال يقول لي ممنوع العسكري اللي شل الكمبيوتر يرجع. ايش السالفة؟ مكتوب اعلان. اركب. وين الموتر؟ ما اشوفه. هلا بي. معليش الحماس الزايد. اركب. اوه منزل لي اياه يا اخي. والله انك وحش. سواد الليل جلاب الهموم. اي شوف الحمار من داخل. وين بتركبون انتوا الاثنين؟ ما عليه يا شباب، ساعه في الجروب. اركب. ركتوا يلا روح. الله 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 الله. اوكي حط بترول. يا الهي والله له وحش. ترى نموت طاعه شيء. يا اخي لا تذبحنا. ليه؟
لا لا كيف اذبحكم؟ قصدك افجر البترول ولا احد يجينا؟ تفجر البترول الحين اضغط حرف الاي. اوكي اوكي 60% حلوين. نروح يمين يا رب يطلع لك التحديد هذا. اي طلع لي طلع. اوكي روح. اوه ايام ترافر وما ادري اوف تفجر الاهبل. في حد عمل والله تصدق والله ايام ترافر شيء بدايه القصه يوم يكون ورا الاهبهاني تذكر؟ اي والله اوف يا ربي ما عندي سلاح. في ملغم شاورما اثنين دياي والرداء ما زال يطلب الشاورما السواد اللي شطفه. حدد حدد في مستشفى بالمدينه. الموتر ما في له بريك ترى. وقف 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 يمدي 18 يحسب. روح بعد روح اوكي في الوقت بدل ضايع يمدي تكفى حلحلت لا والله يا ليش نزل الشعب كله جاي من سفينة هنا. يا اخي اعطوني سلاح يا شباب خلنا ناخذ نشتري اسلحه اضبطك بسلحه كم اسحب بسحب شوف الوضع خطير هنا تجي عند الاتيم وتسحب اقول لك ممنوع القتل هنا ممنوع المدينه هذه ممنوع ايش السلاح اللي مسموح تعطيني اياه اكل بحالي عندك الديجل الديجل حلوين انزل انزل يا سموك شنو اسميك؟ اوه ما تعرف انت انا على بالي مع بعض داخلين متعرف عليه بس لا يا حلو لا يا غشيم يلا روح صفت صفت نفخني الهواء والغبار يا رجل بشم هواء انا بشم هواء ايه لا اسمي فرج والله تصدق اسمك حلو حبيبي والله احسن من اسمي انا اسمي خالد ليه انا ابو خالد ترى حقت بلنلور ولد اروى سميناه خالد على طلب اول كومنت اسمه خالد اي انا اب تحتي واحد اسمه خالد ما عليك من اللون توني بقول والله العظيم خلوني المفضل يا اخي ايش تبي نسوي صحيح مجرد لون ما له دخل في البنات مجرد لون صحيح نعم صراحة مو لوني المفضل فصلنا انا وربعي وحطينا كلنا سيارات وربعي عرفت فصلة رهيبة عطني الشاص بالله اللي قبل شوي ما شاء الله من تحت ونداخل الموتر عادي اي عادي روح بعيد عني خليني ارسل الشاص يلا بروح شوي بديك هلا بالشاص هلا بالشاص حبيبي سلم لي يا اخي بدونك ما ادري وش كنت بسوي اقول لك الملابس وين روح روح معك بس لا تدعس ترى معك بورش خلنا نبدل اللبس تكفى قل لي اقدر اشتري ملابس لا تستهبل الشاص ايش كان لونه اسود روح روح ايوه ايوه هذا اللي قبل شوي عطني اياه عطني اياه اسود واحمر لا اللي قبل شوي اسود واحمر الشاص اسود باسود يلا ما عليه هات اي شيء كذا اسود باسود نطقم مع الشاص لا غلط كذا ايوه شكل الموتر راح انا اشوف فيلم هندي صاير برا تدعيم ايش رايك باللبس الحين حلو والله هذا فنان يا سلام عليك ترى الماسك هذا عندي بروح بلبسه دقيقه اوكي جبت القناع حقك اي جبت القناع خلاص طقمت لازم تتقمص الشخصيه لازم تتقمص الشخصيه ايه والله مشكله قناعي بالقصة عشان تستمتع باللعبه بس المورن صراحه ما له حل فك فك لك ايوه سلام حبيب بركب معاكم بروح اجيب القناع وراجع يلا امزح معك ترى تروحوا بعيد عني عشان يمدينا اطلع الموتر اوكي اوكي بصلح بصلح الموتر وبجي وين الجراج هذا الموتر يبي لك سنه عشان تتعود عليه هذا الموتر سنه اللي يمشي الاصل بعد اي ثقيل شوي حق الدرس لا
لا حول، ما قلت لي جنب الجراج في بنزين. ها شي مسعف بيجينا بتحلل دعمها. خلاص رحنا فيها. متنا من هذا؟ انا اسمي كلود، كي ال او او دي. اوه كلود، كلود خوينا ما غيره. اي والله كفو الفزع. لا 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 افزع لخوينا الثاني. انا كذا كذا والله بطلع، بس منتظرك محزن من المليان والله. راسي انت مت ولا لا؟ خمس ثواني باقي. عاد من عش، عاد من عش. الله يعطيك العافيه يا خالد، والله ما قصرت على كل شيء، تسلم. الحين شنو نعشك ولا لا الحين؟ والله ما زال راسي على الطبلون. وات وشلون انا في جيبك كذا؟ ليه كذا طيب؟ ليش طايح بالارض الحين انت؟ عاجبني طعم الاسفلت والله. بطلوا عادي لان هذه منطقة عاملة، عادي من عاش هدف. ايوه انا عاش لي كفو، تسلم لي يا وحش. انا طالع والله يعطيك العافية، ما قصرت والله. الله يعافيك يا قلب. دعمونا بلايك يا شباب، نراكم ان شاء الله في حلقات اجمل. صراحة كانت فرصة سعيدة اني التقيت مع هذول الاثنين. دخلت السيرفر بس كذا افر اشوف امور اللاين وش تغير فيها، لاني قطعتها من زمان مرة. اما بالنسبة للشرطي والسلسلة اللي ذكرتها بحط لكم الرابط في الديسكريبشن. شكرا من تسبين، الشكر موصول لكل من دعم هذه القناة، ونراكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت الماسك.